يسعد اوقاتكم وبهداوة البال، ربي يديم حالكم. اليوم خرفيتنا من مثل في الزمانات كلوش بارنا، وهالايام نسيو شبابنا وبناتنا وصغارنا. الله يهدي جيل هالايام، جيل سمارت فون وجيل البعبع. ما علينا، كان يا مكان في قديم الزمان رجل غني وملك الكون معطيه خير كثير وتشل طمعان فيه، راضي عمد البصر وفلوس ما بتشلها النيران، مش مبالغين شويه يما، وكنوز وذهب وياكوت ومرجان. ما بقولش مخفوا، هذا اللي باكي كاتب القصه باكي مقيم في مغاره علي بابا و32 حرامي. وبكى عندها الغني ولد وحيد واسمه وحيد، وبكى مدلل ومسكع وصمج، وطبعا بكى يصرف من مال ابوه، والحك مش عليه، الحك على اللي دللوه. وبكى من جماعه مامي وبابي وما عاد فيني وبدي اظهر يعني مشطوب، وبكى يتفشخر وعلى الناس يتشبر ويتباهى بمال ابوه، والناس بكلمتين يضحكوا عليه وينهبوه. وفي يوم من الايام مرض الغني عبد الغني، والتموا عليه الجيران في البلد، ومات عبد الغني ورب الكون ما بيموت، ووحيد الوحيد ورث ابوه وصار يشخط ويأمر، والمكلعت صار يطلع على صوت. وصار يصرف ويرمي هان وهان، وبفلوس اشترى اصحاب عشان يحس بامان، وصارت الاموال تنقص والاراضي تنباع ونشف الشجر وراح الثمر، ووحيد ضايع بالمصاريف والسهر. وبعد ما الورثة راحت وراحوا الاصحاب، رجع وحيد وحيد وتستشر عليه الباب، ولما عرف صاحب ابوه شو صار في ابن يرفيق دربه، ودى وراه وكله يا وحيد ما عرفت شو قيمة النعمة غير لما راحت عنك تغير عليك الحال، وكان بزك في صباحه بيستاهل، وكان مزع شف على ركبته، قال اسمع ولا من بشرة بتيجي بتشتغل عندي في الارض، خذ اجارك مني شرب واكل وغطى ونوم، وتعب وصير زلمه قد حالك، ساعتها احنا بنصير اصحاب ابوك رجالك. وفي مثل بيقول خبي كرشك الابيض، واحد ولا عشرة على الشجرة، اثنين وقع فيها، ثلاثة ليومك الأسود. وإذا عرفتوا باقي المثل يا حبايبي ما عليكم غير تختار الجواب الصحيح، وإلى اللقاء في حلقة جديدة من مسابقات أمثال الوطنية في خراريف الحجة وصفية. الله يرضى عليكم، كلوا أمين.